أحلى المناظر صور بلدي بطبيعتها وأشجارها المعمرة يلي بتحكي قصص عن جدي وجدك. كلنا بدنا نتفى بوقت البرد، بس كمان بدنا نتفيا بوقت الصيف والحر، وكلنا بدنا نشوف خضار وشجر وما نشوف تصحر وغبرة وعفرة. التحطيب الجائر بيشكل خطر على التوازن البيئي يلي بيأثر علينا كلنا، لأنه خسارة الغطاء النباتي بيؤدي لنقص بالمطر والأكسجين، وبيتطلب عشرات السنين لاسترجاعه وإعادة زراعته. أكيد كلنا منعرف أنه التحطيب يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون السوري. خلي صورة بلدك أحلى، دير بالك عبلدك.